السلام عليكم طلاب وطالبات العلوم الطبية المخبرية في جامعة الإسراء. بنستكمل شرح أول معمل، هذا الجزء الثاني من شرح المعمل الأول اللي هو جنرال بيولوجي لاب. حكينا عن قواعد الأمان والسلامة اللي بدنا نستعملها في داخل المختبر. بنستكمل شرحنا لهذا المعمل، وصلنا لنقطة البيولوجي لاب اكسيدنتس، ايش الحوادث اللي ممكن انها تحدث لنا في داخل المعمل وكيف ممكن اننا نتعامل معها. بالنسبة للاي سيفتي، اذا حصل وان دخل شغلة في داخل العين، اذا if chemicals get into your eyes، اذا مادة كيميائية دخلت في العين، flush them out، حاول تطرد المادة الكيميائية من العين with plenty of water، عن طريق كمية غزيرة من الماء for 15 minutes لمدة 15 دقيقة. بنحاول إن نطرد هذه المادة الكيميائية بإن ندخل مية كثيرة على العين لمدة 15 دقيقة. و inform your teacher، ضروري إنه teacher يعرف بالحدث اللي حصل في المعمل. بالنسبة لتسرب أي مادة كيميائية، إذا مادة كيميائية صار وانسكبت على البنش، منجففها بفوطة جافة حتى تمتص هذه المادة، وبعدين بتم تعقيم الفوطة هذه بعد ذلك. إذا كانت المادة اللي انسكبت مادة زي مثلا فيها بكتيريا أو شغلة معدية، منجففها بالفوطة وبتم تعقيم الفوطة هذه، أو إذا كانت مادة كيميائية منجففها بالفوطة وبعد هيك بنمسح المكان اللي صار فيه هذا الحدث ومنعقمه بالمعقم. إذا كان عندنا نوع آخر من الحوادث اللي هو السكين بيرنز، حرق صار عندنا على الجلد، هذه بتعتبر من الحروق الماينر أو الحروق البسيطة. نغسل المنطقة اللي صار فيها حرق بسيط بالكولد ووتر، بالمية، وبنحكي للمسؤول اللي موجود في المعمل. بالنسبة للبروكن جلاس، إذا انكسر عنا زجاج ما بنمسكه بالإيد أبدا، بل بننظفه باستخدام فرشة وجاروف صغير، وبنبعد هذا الزجاج المكسور عن البنش أو عن الأرض أو عن أي موجة حتى ما نأذي نفسنا وما نأذي زمايلنا في المختبر. Handling fire، إذا صار وحدث حريق، first 5 minutes of firefighting is very important. أول 5 دقائق في إن نوقف الحريق مهمة جداً. أول شغلة بدي أحكي لكم، في أي حريق سواء بعيد الشر في بيوتكم أو في المختبر، don't panic، never panic، إنه ما نخاف ما نهلع أو نفزع، لا، ضروري التصرف السليم والتصرف السريع. don't run away، لا تهرب. بنحكي أول شغلة للإنسان لفني المختبر أو للمدرس اللي بيعطينا المعمل، بنحكي له الحدث، إذا عندنا طفاية حريق بنستخدمها بشكل سريع، معظم المعامل فيها طفايات الحريق وموجودة زي ما أنتم شايفين في المختبر وفي ممرات، في الممرات الموجودة بجانب المختبر. إذا صار إنه صار عندنا حريق في ملابسنا مثلا، إذا كان صار الحرق في اللاب كوت، بنرمي اللاب كوت وبنطفي اللهب اللي بيصير. إذا كان الحرق صار في اللباس اللي أنتوا لابسينه بشكل كبير، بتيجي على الأرض، بتهبط للأرض وبتلف رول، بشكل رول أو بشكل دائري لحتى تطفي اللهب اللي موجود على الملابس. أو إذا كان في عنا بطانية بجانبنا، منبلها مية ومنخمد فيها النار، أو أي غطاء مبلول. صار مع أي مثلا كان عنا
صار معي حدث في المختبر انه كنت لابسة جلوفز او كفات وعقمتهم بالكحول قبل ما ابدأ العمل على زراعة الانسجة، فكان في جانبي حتى اعقم الاشياء الزجاجية المعقمة اصلا، ولكن لزيادة التعقيم في المختبر كان بجانبي فاير او نار اللي هي بعقم فيها فوهات الزجاجيات، فصار انه الجلوفز لسه كان الكحول مش ناشف عليه، ولع الجلوفز هذا بالنار اللي كانت جنبي، فبالتالي كان التصرف السريع لإلي اني انا رفعت الجلوفز من ايدي رغم اني حسيت بحرارة عالية فيها لانه كان النار وصلت للكفات، نشلح الكفات ورميناها على الأرض فطفت النار على طول اللي كانت موجودة على الكفة. بالنسبة للستودنت سيفتي كونتاكت، الأمان في المعمل هو مسؤوليتك كطالب، ضروري نقرأ هذه الإرشادات ونفهمها بعناية، وإذا في أي نقطة مش فاهمينها ممكن إنكم ترجعوا تسألوني إياها خلال المعمل. في هذه الفقرة اللي موجودة أمامكم بتحكوا إنه كل واحد فيكم بيتبع قواعد الأمن والسلامة اللي موجودة في المعمل وحيتصرف بطريقة صحيحة ولن يعمل أي تصرف غير مسؤول أو مس بيهيفير، سوء في التصرف، لأنه سوء التصرف بيؤدي لحادث في المختبر. رح نتعرف على بعض العلامات اللي بتنبهنا على وجود أشياء معينة، إذا شفنا العلامة هذه بتدللنا على شغلة معينة. أول سيمبل اللي هي disposal alert. disposal alert معناها تنبيه الرمي. إيش تنبيه الرمي؟ إنه هذه الإشارة care must be taken to dispose of materials بشكل مناسب. ضروري إن نتبع قواعد العناية لما نرمي هذه المواد، التخلص من هذه المواد بيكون بالشكل المناسب. تاني علامة اللي هي biological hazard، هذه العلامة بتكون موجودة لما يكون في خطر بكتيريا أو فطريات أو طلائعيات. أحكي لكم شغلة من واقع شغلنا، إحنا بنسحب عينات دم فور إكزامبل، هذه عينات الدم الإبر والسرنج ما ترموها أبدا في سلة القمامة، لأنه الإنسان اللي بنظف مش عارف إيش اللي فيه في السلة إذا ما شاف إيش محتوى الأشياء اللي بنرميها. في عنا سيفتي بوكس أو اللي هو صندوق أمان، هذا صندوق الأمان عبارة عن كرتونة مقوية بتشوفوها في داخل المعمل، لما أسحب أنا عينة الدم برمي النيدل والسرنج اللي هي السرنجة والإبرة برميها في هذا البوكس، بالتالي هذه تعتبر عينة الدم من أنواع البيولوجيكال هازارد. كمان لما أنا بشتغل بعينات بكتيريا أو عينات فطريات كل هذه تعتبر بيولوجيكال هازارد، بنحط عليها العلامة هذه، هذه مسؤوليتنا إحنا كطلاب أو ناس بنشتغل كمان في المختبر، بحط عليها العلامة هذه دليل إنه هذا الإشي اللي موجود في داخل هذا البوكس شغلة معدية كبكتيريا أو فطريات أو طلائعيات. العلامة اللي بعدها إنه open flame alert، هذه العلامة إنه استخدام لهب مفتوح ممكن إنه يسبب في حريق أو في انفجار. العلامة اللي بعدها thermal safety، إنه هذه العلامة بتظهر إنه يجب أخذ الحيطة عند التعامل مع الأشياء الساخنة. هذه العلامة أيضا sharp object safety، إنه في خطر لجرح من استخدام هذه المواد الحادة، بتشوفوها على المشارط موجودة هذه العلامة إنه استخدمها بحذر، لأنه إذا ما استعملتها بحذر ممكن إنها تؤدي إلى جرح، إذا هذه الشارب أوبجكت سيفتي. هذا الشكل اللي هو أنبوب طالع منه أبخرة اللي
هذه العلامة إنه المادة الكيميائية أو التفاعل اللي بنشتغل عليه بينتج عنه أدخنة خطرة. في علامة أخرى كمان لقابس كهربائي بالشكل هذا، هذه electrical safety، إنه العناية يجب أن تتم عند استخدام معدات كهربائية. العلامة التي تليها علامة بالشكل هذا لنبات بنسميها plant safety. هذه العلامة بتظهر لما يكون عندنا نبتة سامة أو نبات فيه شوك ممكن إنه يؤذينا، فالتعامل مع النبتة هذه بيكون بعناية. بالنسبة للأنيمال سيفتي، أنيمال سيفتي هذه العلامة بتظهر لما بيكون عندنا في حيوانات حية بتجرى عليها دراسة ويجب أن نتبع قواعد الأمان لما نتعامل معها. بالنسبة للشكل هذا اللي هو الراديو أكتيف سيفتي، هذه العلامة بتشوفوها على غرف الأشعة إنه في عنا راديو أكتيف ماتيريالز، نستخدم مواد إشعاعية، بالتالي يجب أخذ الحذر وإن نبتعد عن هذه المواد أو هذه المنطقة. بالنسبة للعلامة التي تليها بشكل لباس بالشكل هذا، هذا clothing protection safety، إنه المواد المستخدمة قد تصبغ أو تحرق الملابس، بالتالي يجب إنه نلبس ملابس تقي نفسنا من خطر هذه المواد. هذا اللي هو شكل explosion أو شكل explosion safety. هذه العلامة بتظهر لما يكون في إنه سوء استخدام المواد الكيميائية قد يؤدي إلى انفجار. العلامة اللي وراها اللي هي الاي سيفتي، هذه العلامة بتظهر لما يكون عندنا في خطر على العين. هذه الشكل للنظارات اللي بتلبس على العين أو تسمى جيجلز، سيفتي جيجلز، النظارات الواقية يجب أن نلبسها لما نتعامل مع المواد اللي بيكون عليها هذه العلامة. Poison safety، هذه العلامة موجودة Poison safety، هذه العلامة موجودة لما نستخدم مواد سامة. في عنا علامة أخرى اللي هي بالشكل هذا لشغلة مسكوبة Chemical safety، إنه هذه العلامة بتظهر لما المواد اللي بنستخدمها بتسبب burns حروق أو إنها تكون مواد سامة إذا امتصت بالجلد، فبتكون عليها هذه العلامة. في عنا العلامات أكثر من هيك بكتير، بس إحنا انتقينا الموست كومون أو الأكثر استخداما. الفاير سيفتي، إنه الفاير سيفتي هذه العلامة اللي بشكل نار، إنه بتعني إنه يجب إن نعتني أو يجب أن نعتني بقواعد السلامة إذا كان عندنا open flame. هذه المادة إذا كان عليها علامة بالشكل هذا معناها أنه ضروري نأخذ بالنا إذا كان عندنا في شغالة نار في المعمل، لأنها بتكون المادة قابلة للاحتراق. حنلاحظ خلال شغلنا في المعمل في عنا كتير من الأدوات اللي بنستخدمها، راح أبين لكم جزء منها وفي جزء أكتر بكتير راح تشوفوه في داخل المعمل وخلال المعامل اللي راح تدرسوها بإذن الله. خلينا نشوفها من اليمين حتى اليسار. أول شغلة اللي هي بيكر، كأس. زي ما انتم شايفين البيكر في منه راح تشوفوا في المعمل اشكال واحجام مختلفة. في عنا بيكر بكفي لعشرة ملي، في بيكر بكفي لخمسمية ملي، في بيكر يعني حسب، في للتر او الف ملي لتر،
اللي البيكرز مختلفين من ناحية أحجامهم وأشكالهم. تاني شكل عندنا التست تيوبس أو أنابيب الاختبار، طبعا في منهم برضو أحجام وأشكال مختلفة. بعد هيك evaporating dish اللي هو بيستخدم في الـ evaporation. في تريانجل أو مثلث بيستخدم عند تسخين أشياء معينة. في عندنا كمان رينج ستاند، هذا عبارة عن قاعدة ودراع بيتثبت عليها فور اكزامبل السحاحة حتى نقوم ببعض التجارب في مختبر الكيمياء. بعد هيك عندنا البنزين بيرنر اللي هو لهب بنزين. عندنا كمان لو اتجهنا من اليمين لليسار في منشوف فلاسك أو دورق، هذا في منه أشكال وأحجام مختلفة. إذا كان مكتوب عليه بايركس معناها إنه بيتحمل الحرارة. في عندنا كمان البوتقة وغطائها زي ما أنتم شايفين. في عندنا كمان اللي هي المورتر والبيستل أند بيستل اللي هم الهون والمدقة، هذه حنستعملها في هرس المواد في مختبر الأحياء. في عندنا آيرون رينج حتى نثبت أشياء معينة. في عندنا كلامب اللي هو زي مشبك أو بيمسك لنا أشياء معينة، طبعا حنستعملهم كلهم إن شاء الله خلال المختبر وراح تشوفوهم بشكل عملي. وخلال التطبيق العملي لهذا المختبر راح أعرفكم على كل هذه المواد، الأدوات حتشوفوها في داخل المختبر المتطور في الجامعة. في عندنا كمان اللي هو غاز بوتل اللي هي بوتل أو عبوة للغاز. في عندنا كمان الواتش جلاس اللي هي زجاج بالشكل هذا. في عندنا كروكس أو سدادات من الفلين، لما أحضر مادة معينة وبدي أغطيها ممكن أغطيها بالكروكس هذه اللي هي سدادات الفلين. في عندي السيفتي جيجلز اللي هي نظارات الأمان بستعملها إذا كان في أشياء خطرة على العين. الواير جوز اللي هو زي شكل الشاش ولكن بكون معدني بينحط لما بدنا نسخن شغلات معينة. في عنا كمان رابر ستوبرز اللي هي بتكون من المطاط بأشكال وأحجام متنوعة. وفي عنا اللي هو التانكس أو الملقط أو زي مثل الكماشة هيك بيمسك الأشياء ومنقلها. في عنا كمان شغلات أخرى زي التست تيوب هولدر اللي هو حامل الأنابيب زي شكل الملقط بالشكل هذا بيحمل لي الأنابيب. في عنا أيضا، خلينا نشرح الأشياء اللي على اليمين ونبدأ نمشي في السلايد. في عنا الفورسبس اللي هو الملقط. في عنا الفايل اللي هو أداة ممكن إن نستخدمها في التنعيم أو زي مبرد. في عنا الواير براش اللي هي فرشة، ولكن في عنا في المختبر راح نستعمل لتنظيف الأنابيب فرشة بتكون ناعمة، وفي عنا الفرشة اللي بتكون حديدية. في عنا التست تيوب راك أو حامل أنابيب المختبر. أيضا عنا دروبر أو اللي هي بنسحب فيها السوائل ومنفرغها، وراح تتدربوا خلال هذا المعمل إن شاء الله كيف تستعملوها. الفانل أو القمع. في عنا أيضا المايكرو بايبتس راح تستعمله إن شاء الله في المختبر، أعلمكم كيف تستعمله. تسحبوا السوائل ولكن اللي بتكون بكميات قليلة زي 20 مايكرو لتر، 200 مايكرو لتر، هذه بنستعمل لإلها مايكرو بايبت. في عنا الواش بوتل، هذه عادة بنحط فيها الديستلد ووتر، بنحط فيها 70% الكحول، هذه لحتى نستخدمها أيضا في تعقيم البنش، بنحط فيها 70% الكحول أو بنحط فيها الديتول ومنقوم بوضعه على البنش وتنظيف وتعقيم البنش. في عنا سباتولا وفي عنا سكوبيولا، هدول على حتى أنا أخذ المواد الكيميائية اللي هي باودر وأوزنها على الميزان. في عنا أيضا أداة أخرى اللي هي الجراديويتد سيلندر اللي هو المخبار المدرج،
اللي بيكون في منه أشكال وأحجام مختلفة، في بعضها له قاعدة بلاستيكية وبعضها له قاعدة زجاجية حسب تصميم المخبار. راح نشوف إنه بعض السلندرز في بيكون حجمها 10 ملي، البعض الآخر 100 ملي، في بعضها 500 ملي أو 1000 ملي حسب السائل اللي بدي أشوف حجمه أو إني أخفف مادة معينة أو أحضر مادة معينة. في أيضا عندنا الثيرموميتر أو مقياس الحرارة لحتى أقيس حرارة سائل في المختبر. في عندنا البايبت وفي عندنا البيوريت. البايبت اللي هي الماصة الأوتوماتيكية اللي بتمصلنا السوائل، وفي عنا البيوريت اللي هي السحاحة اللي بنكون حاطين فيها سائل وبدنا ننزله بحجم بنتحكم فيه احنا. في عنا ال 24 ويل بليت اللي هو زي انابيب صغيرة جدا بكونوا 24 وبنستخدمه خلال المعامل اللي في التحاليل الطبية. بالنسبة للابراتوري سيفتي وورك شيت انسرز، في عندكم في المعمل في نهاية هذا المعمل في الصفحة 9 و10 وصفحة 11 وصفحة 12 من كتاب المعمل، في عنا أسئلة راح تجاوبوها. هذه الأسئلة عن قواعد السلامة. في البداية راح تكتبوا انه كل واحد فيكم بيكتب اسمه انه موافق على اتباع قواعد السلامة وما راح يعمل شغلة تؤدي لحادث في المختبر، راح يكون انسان مسؤول وما راح يتصرف اي تصرف سيء ممكن يعمل اذى له او اذى لحدا من زمايله، حيحافظ على المختبر مثل ما دخل منه يخرج منه نظيف ومعقم ومنظم زي ما احنا كلنا بدنا اياه. في عنا بعض الاشارات راح تكتبوا ايش هي اشارات ايش معناها. في عنا بعض التصرفات، 4 صور لتصرفات معينة في داخل المختبر، 5 صور راح تشوفوا مين التصرف السليم ومين التصرف الخاطئ، وإذا كان خاطئ التصرف إيش هو التصرف السليم. بعد هيك في عنا 10 أسئلة اختيار من متعدد، ثم في عنا بعض الأسئلة اللي بدكم تجاوبوا عليها، بالتالي بتحلوها إن شاء الله وبتسلموها حتى نقيم لكم إياها بإذن الله. خلينا نراجع بشكل سريع إيش اللي درسناه في هذا المعمل اللي حكينا فيه عن السيفتي. أنتم مسؤوليتكم كطلاب ضروري تكونوا بتتبعوا قواعد السلامة اللي مطلوبة منكم، بتكونوا قدر المسؤولية. علمناكم إياها في أول مختبر لحتى إن نحميكم ونحمي أنفسنا من أي حادث ممكن إنه يصير في المختبر. لذلك بدينا ندرس عن السيفتي في البيولوجي لاباراتوري. هذه السيفتي إلنا كتير أهداف، يعني مندرسها لهدف إنه نحمي أنفسكم في البداية ونحمي المعمل ونحمي كل زملاتنا اللي موجودين في المعمل. ضروري تقرأوها بشكل جيد، تسمعوا المحاضرة أكثر من مرة وتقرأوا هذه التعليمات وتتبعوها في المختبر لحتى يفيدكم في كل المعامل القادمة. ضروري نكون محضرين للمعمل، درسينه منيح قبل ما نيجي على المحاضرة. كمان إن نحضر للأشياء العملية اللي راح نشتغلها، ضروري نكون مرتبين في المعمل ونتصرف بمسؤولية. بعد هيك في عنا قواعد معينة يجب أن نتبعها. لما أدخل أنا المعمل بغسل إيدي بالماء والصابون وبعقم البنشات اللي موجودة، البنشز اللي موجودة أمامي لحتى أشتغل بأمان. لباسي ضروري أنه يكون لاب كوت الأبيض لحتى أحمي نفسي وأحمي زمايلي من أي شغلات معدية. هذا اليونيفورم ضروري، أو الزي هذا هو الزي الرسمي للمختبر، ضروري كلكم تلبسوه وممنوع أي طالب يفوت المختبر إلا أنه يكون لابس اللاب كوت.
الأكل والشرب والتدخين والأشياء هذه ممنوعة منعا باتا في أي مختبر، سواء كان في الجامعة أو في خارج الجامعة، في المستشفى، في أي مختبر خاص، كل الشغلات هذه لأنها تعتبر من طرق العدوى. تعلمنا كيف إن نتبع قواعد الأمان لما بنتعامل مع أي شيء زجاجي أو لما بنتعامل مع المواد الكيميائية، كيف بنتصرف مع المواد الكيميائية وكيف نحملها بشكل جيد وننقلها وكيف نستعملها، وإذا بدي أخفف حمض كيف أخففه، ما هي الطريقة السليمة لأني أخففه. بالنسبة للأشياء الساخنة كمان حكينا كيف نتعامل مع الأشياء الساخنة، كيف أسيبها تبرد براحتها وبعد هيك بستعملها حتى أتقي شر الحروق. كيف نتعامل مع الكائنات الحية، إذا لأن إحنا تحاليل طبية بالتالي راح تحتكوا مع بكتيريا ومع فطريات ومع أشياء، عينات دم، أشياء معدية، بالتالي كيف أتعامل معها بالطريقة السليمة. في كمان كيف أتبع قواعد السلامة مع الأشياء الكهربائية، كيف إني أرجع كل إشي في المعمل مثل ما كان، أكون منظم في شغلي، أسلم المعمل مثل ما استلمته مرتب ونظيف، وأرجع كل إشي على مكانه، وأغسل الأشياء اللي ممكن استعملتها ولوثتها. إذا حدث بعيد الشر عنكم وعنا جميعا أي حدث في داخل المعمل، زي مثلا إنه مادة كيميائية تدخل العين، بالتالي بنغسل العين لمدة 15 دقيقة بماء وفير حتى نتخلص من هذه المادة. إذا تسربت أي مادة كيميائية أو انسكبت على البنش بجففها وبعقم مكانها، أو أي مادة بتحتوي على بكتيريا مثلا. كيف أتصرف إذا صار عندنا حرق في الجلد أو إذا تكسر زجاج، إني أنا ألمه ليس بالإيد باستخدام فرشة، بلم هذا الزجاج وبأتخلص منه. كيف لو حدث فاير في داخل المعمل إني أتصرف؟ أول 5 دقائق في الحريق هم الأهم، لأنه التفكير السريع والتصرف السريع هو الأفضل، وما عمركم تخافوا من وجود حريق، بل التصرف السليم في الوقت السليم بينقذ حياة ناس كتير في هذه اللحظات. كمان بعد هيك درسنا اللي هي العلامات اللي ممكن تفيدنا لما بنشوفها، في مثلا هذه العلامة مهمة جدا حنشوفها كتير، بيولوجيكال هازارد، اللي هي أي في عنا بوكس أو سيفتي بوكس بيكون مكتوب عليه بيولوجيكال هازارد، معناها أي شغلة معدية كبكتيريا، فطريات، أي عينات دم، كل هذه بنرميها في هذا البوكس وبتم التخلص في منه من الناس المختصين بالطريقة السليمة. كل العلامات هذه مهم إنكم كطلاب تعرفوا كل علامة ماذا تعني لحتى تعرفوا تتصرفوا في المختبر إذا شفتوا هذه العلامات. بعد هيك شرحنا عن الكومون لابوراتوري اكويبمنت اللي هي شغلات الموست كومون يوز بنسميها، الاكثر استخداما في داخل المختبر. راح تستخدموا طبعا كمان سلايدز اللي هي شرائح، راح تستخدموا كفر سليبس غطا الشريحه، حتستعملوا اشياء كثيره في داخل المختبر، ولكن اخترنا لكم الشغلات هذه لحتى تعرفوا اساميها بالانجلش، تتعرفوا عليها في داخل المختبر، راح نوريكم اياها ان شاء الله في المختبر. حاليا انا بشرح الجزء النظري من هذا المعمل، ولكن في المعمل راح نشوف شرايح تحت المجهر مثلا، راح نشوف كل هذه الادوات ونتعرف عليها في داخل المعمل. من الضروري انكم تعرفوا اساميها، ولما حدا فيكم بده يطلبها من زميله او زميلته يحكي الشغله باسمها زي ما انتم شايفينه، ممكن يطلب من زميله دروبر او فورسبس او فلاسك، سلندر، سموا الاشياء باساميها من اول فصل لإلكو في دراستكم العملي لحتى تستمر التسمية طوال فترة الدراسة الجامعية والتدريب والتخرج. من الضروري لكل طالب إنه يجاوب الوركشيت إذا كان فيها تفريغ لنتائج
للمعمل إنه يعبيها، يحل مسائل إذا فيها حل مسائل، إذا في أسئلة ضروري تجاوبوها، وتسليمي لهذا الواجب يكون في الوقت المناسب حتى تحصلوا على أعلى العلامات بإذن الله. هذا الوركشيت اللي راح تحلوه بالنسبة لللاب الخاص بالسيفتي موجود في كتبكم في الصفحة 9 و10 و11 و12. شكرا على حسن استماعكم، وإلى لقاء في المعمل القادم بإذن الله.